القصة اللي حركت للمشاعر، قصة بطل يفخر بها من عرفها، تفاعل وتاجر وكاتب وشاعر من طيب رعيها وقوة شرفها. عبد الله اللي للنواميس حاضر ونفسه على صعب المخاطر عسفها، الوايلي على الصعيبات جاسر، شفها يلي تبي البطولات شفها، فعلك يا ابن مدلول فيه انت فاخر رهنت نفسك ما حسبت الكلفها. ما هي غريبة في الرجال الأكابر، ربعك هر الصبحة دهاه نعرفها، ولا لمجاد ماضي وحاضر هذه فعيلها وهذا هدفها.